مساء الخير عليكم في حلقة مميزة 30 يونيو 2024 من 11 سنة. يعني لابد أن نتذكر أن هذا اليوم شهد أحداثا شكلت تاريخ مصر المعاصر. حقيقة خرج بالملايين من المصريين مطالبين استعادة وطنهم برغبة شديدة جدا، بإرادة شديدة جدا، عايزين هذه الحرية وعايزين هذه العدالة التي طالما ناشدوها وكانوا رافضين الاستبداد والتطرف. 30 يونيو يوم مهم في تاريخ مصر المعاصر، وبهذه المناسبة طبعا النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة سنذكرها بالتفصيل ونستعرضها أيضا مع ضيفنا على الهاتف، لأن فيها محاور كبيرة. يعني احنا بنتكلم على تذكر هذا اليوم، تذكر هذه الأحداث، تحدث عن غلاء الأسعار، تحدث عن تهديدات الأمن القومي التي تحيط بنا في الإقليم، تحدث عن المستقبل أيضا، تحدث عن الحكومة الجديدة والتحدي الكبير والتكليف الرئيسي لها في تخفيف المعاناة عن الشعب المصري. خلينا نبدأ بالمنشطات. الرئيس السيسي للمصريين: شغلي الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل. الرئيس السيسي: تحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن وشعب مصر أصيل لا ينساهم. الرئيس السيسي: الأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف معاناة المصريين. المصريين يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار، والحكومة الجديدة ستخفف المعاناة. السيدة انتصار السيسي للمصريين: أدعوكم لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات. رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع المطورين الأوروبيين ب 33 مليار دولار. المفوضية الأوروبية: مصر جهة واعدة لصناعة السيارات وشريك استراتيجي. الحوار الوطني يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو سطروا بها ملحمة وطنية فريدة. خلينا نشوف كلمة سيادة الرئيس النهاردة الشاملة الموجزة، وتناول فيها أكثر من محور، ونعود لنتحدث إذن هي كلمة وافية وفيها أكثر من محور نستطيع أن نتوقف عنده. مع سيادة اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي، برحب بك يا سيادة اللواء. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب، ومصر والعرب كلهم بخير وطيبين. كل سنه وحضرتك طيب. يعني ذكرى 30 يونيو تاريخ مهم في تاريخ مصر المعاصر، والنهارده سياده الرئيس ذكرنا باراده الشعب الذي استرد هذا الوطن من المختطفين، من الفاسدين، من المتطرفين، من جماعات خائنه للوطن. فكيف قرات هذه الكلمه؟ يعني هو زي ما سيادة الرئيس قال، هو بس فكرنا أو زي ما بنقول قال عناوين. نعم. لكن العناوين دي مصر اللي كانت مختطفة طبعا ما ننساش كلنا. ليه لو استمرت جماعة الإخوان إيه اللي كان هيحصل؟ ولو ما جاش 30 يونيو كان إيه اللي هيحصل؟ باختصار شديد جدا، سينا اللي احنا رويناها بدمنا كان زمانها انتهت، كان زمان جزء منها خدوه الإسرائيل عشان تدل الفلسطينيين يقيموا عليه دولتهم وتنتهي القضية الفلسطينية طبقا للخطة بتاعت إيجورا أيلاند خبير الأمن القومي الإسرائيلي اللي عرضوا على رئيس الأسبق مبارك هذه العملية، عملية تبادل الأراضي، رفضها. لما رفضها قالوا خلاص احنا هنجيب اللي ينفذها، وجم الإخوان وبدأوا ينفذوها بكل أمانة. وأصدق تعبير يمكن اللي قاله الرئيس الحي يرزق محمود عباس
رئيس الفلسطيني لما رئيس مرسي جابه وقال له انا هحل لكم القضيه، هدي لك جزء من سيناء تضموه لغزه وتعملوا عليه دولتكم. والعجيب ان الرئيس الفلسطيني هو اللي بيقول له لا ده كده القضيه هتتصفى، قال له مالكش دعوه انا بديك حته شقفه من عندي انتوا مالكم. وبعدين كان الكلام على 720 كيلو، انا هديكوا 1500 كيلو. منتهى يعني الاسفاف ان دوله بتتوزع كده هبات لدول اخرى وكان هذه الارض ليس لها اصحاب. ونفس نفس الموقف يا سياده اللواء احنا بنتعرض له النهارده من هذه الضغوط في سبيل الحفاظ على امننا القومي وعدم تصفيه القضيه الفلسطينيه كما ذكر سياده الرئيس. لا ده شوف كمان، ده شوف كمان الأسوأ كان ايه. تخيل الناس دول كان الاتفاق مع امريكا ان سيناء هيتم تجميع كل الجماعات المتأسلمة اللي هي الإرهابية اللي تحت بند دي جماعات إسلامية زي القاعدة زي بوكو حرام، كانوا يعلنوها ولاية يعني، ويجوا سيناء تحت قيادة الإخوان المسلمين، تستعملهم أمريكا زي ما هي عايزاهم ضد أي دولة، ووقت ما تحب تقضي عليهم فهم موجودين تحت عينها وتحت سمعها، واللي بيقودهم الإخوان. يعني تخيل احنا، انا بس بدي المثل، كان المفروض ان احنا هنا كمصر في حرب اهليه، في بقى في مسيحيين وفي مسلمين، لا ده الدين ضرب في بعض. نفس الكلام في الدول العربيه المحيطه بينا، حروب اهليه بتتفتت الدول العربيه وتتحول الى دويلات لكي لا تستطيع اي دوله ان تواجه اسرائيل، سواء كنا منفردين او مجتمعين، لان لن يكون لنا اي اراده. هذه كانت مهمه طيب بالعقيده اللي موجوده في قواتنا المسلحه يا فندم، يد تبني ويد تحمل السلاح، ما زال هذا تحدي قائم حتى الان. لكن يعني سياده الرئيس اشار ايضا انه اقتحمنا مجالات كثيره وبنينا فيها، واصبحت كمان كل مؤسسات الوطن راسخة في هذه المرحلة، وفي نفس الوقت كنا نحارب الإرهاب. وآه لو تعلمون كم هو صعب، يعني دي على لساني، يعني إن هو آه لو تعلمون كم هو صعب محاربة الإرهاب بالإنابة عن العالم كله تقريبا. يعني شوف في عز ما احنا بنحارب الإرهاب منفردين دون الاستعانة بأي دولة أخرى، وكنا بنحارب الإرهاب على أرض سيناء، نعم، وبنحاربه في كل أنحاء الوطن. نعم. يعني كلنا نذكر اللي كانوا بيقولنا من الحدود الليبية، واللي كانوا بيقولنا من الجنوب من اتجاه السودان، كل هؤلاء الإرهابيين كنا بنواجههم. وبعد مع كل هذا هذه المواجهة الدموية الملتهبة، قدرنا أن احنا بنستصلح 4.5 مليون فدان، بنحولهم يعني بيزود الرقعة الزراعية بنسبة 50%، بوقف عملية التصحر اللي كانت بتتعمل للكثير من أراضينا الزراعية وتحويلها إلى عشوائيات وإلى مباني. لما نبني أكثر من 20 مدينة من الجيل الرابع، لما نعمل شبكة طرق هي الأعظم في العالم كله، أيضا شبكة المواني الغير مسبوقة اللي موجودة في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط، لإحنا عملناه في مصر في العشر سنين دول ما كانش ممكن نعملهم لو المخطط اللي الإخوان جم من أجله. كان زمان مصر دولة هي الأضعف، هي المفككة، هي التي تتقاتل مع بعضها البعض في حرب أهلية. الحمد لله ربنا نجانا. الحمد لله. سيادة اللواء نصر، يعني سيادة الرئيس النهاردة أشار أن التحديات كبيرة كانت منذ 2013، سواء في الإرهاب، سواء في عودة ترسيخ المؤسسات في الوطن. النهاردة بعد 11 سنة من الثورة أمامنا أيضا تحديات، وإحنا على أيام وتشكيل حكومة جديدة. إيه أهم التحديات اللي بتواجهنا في هذه المرحلة؟ ما فيش شك إن التحدي الحالة الاقتصادية اللي إحنا فيها، نعم، دي، ودي اللي ملناش، مش عايز اقول ملناش يد فيها. يعني شفنا الحروب الاقليميه والحرب اللي في اوكرانيا، يعني لما يبقى باختصار كده الكونتينر اللي بينتقل من بلد لبلد ب 750 دولار بقى يتكلف 5000 دولار. شوف بقى الغلاء قد ايه مصر مالها، ما ايه ذنبها في ده غلاء عالمي.
سعر الطاقة كلها، أسعار النقل كلها في العالم، إحنا بنواجه هذا كله. والحمد لله زي ما بقول لسه النهاردة هو أقرب حاجة شوف الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي صحيح. على استثمارات تتعدى 40 مليار دولار، كل ده إضافة للأيدي العاملة، إضافة لقدرتنا الاقتصادية، توسعات في مجالات كثيرة، توطين العديد من الصناعات هنا الوطنية في مصر. مصر إن شاء الله مقبلة على انفراجة هي الأعظم في تاريخ مصر. وبنقول دايما لكل مصري ولكل مصرية دايما اوعوا اللي بيغازل الآلام بتاع الشعب ولك ليه الكهرباء بتقطع، الدول اللي العالم كله تمام. احنا لما بنيجي في مشكلة نتواصل بالصبر، مش ان احنا نهرب منها ونستلهم هذه الروح. روح 30 يونيو. انا بشكرك سياده اللواء، بتيأس الناس دي تبتعد ونقول لهم شكرا، سيبونا نبني بلدنا. سياده اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي بشكرك شكرا جزيلا. وذكر ايضا سياده الرئيس وهو يذكر دائما في شتى المناسبات ايضا وقدم التحيه لكل من ضحى واسر الشهداء في هذا الوطن. كمان فعلا المؤتمر الاستثماري الاوروبي المصري المشترك المنعقد منذ الامس وممتد للنهارده استمرارا لجهودها في تطوير قطاع الصناعة المصرية، ابدأ توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراجون العالمية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. ده واحد من البروتوكولات كمان اللي تم توقيعها في هذا المؤتمر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشراكات الكبرى والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي. وقعت اليوم شركة ابدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراجون الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجي في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي. ده مهم جدا وهذه بداية انفراجة. فاصل ونواصل قراءة الأخبار. أربعة اتفاقيات الحقيقة مهمة جدا حصلت في المؤتمر الاستثماري الأوروبي المصري. رئيس الوزراء يشهد أربعة اتفاقيات مع المطورين الأوروبيين ب 33 مليار دولار. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والفريق مهندس كامل وزير وزير النقل. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي معربا عن تقديره لمشاركة ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركات التنمية. خليني بتفصيل أكثر عن الأربعة اتفاقيات ناخد من حديث من الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. أستاذ حسن برحب بيك. أستاذ عاطف مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خليني أخذ يعني مشهد عام كده عن المؤتمر ونجاح المؤتمر بالاتفاقيات التي حدثت، يعني تحليلك ليه؟
هو تحليلي بالفعل الدولة المصرية استطاعت ان هي بتجذب يعني الاتحاد الاوروبي اليها، واحنا شفنا لما تمت يعني زيادة العلاقات يعني بين مصر والاتحاد الاوروبي في مارس الماضي، ومنذ ذلك الوقت الحكومة المصرية والدولة المصرية استعدوا لهذا المؤتمر اللي هو طبعا عقد على مدار يومين بالامس واليوم. يمكن على مدار اليومين كان هناك لا يقل عن 20 اتفاقية ومذكرات للتفاهم بما يقرب من 40 مليار يورو، بالإضافة طبعا يعني الاتحاد الأوروبي كان وقع بالأمس القريب وشهد طبعا السيد الرئيس ورئيس المفوضية مفوضية الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي. طبعا أين تذهب مثل هذا الأمر ودور القطاع الخاص؟ احنا عارفين الدولة المصرية مهتمة جدا بدور القطاع الخاص، وخلال الثلاث سنوات المقبلة سيشهد القطاع الخاص نمو كبير في الاستثمارات والمشروعات، يمكن بيصل لما يقرب من 65%، يمكن هذا العام حوالي 40%. طبعا هذه المذكرات التفاهم والاتفاقيات كانت بين القطاع الخاص المصري والاتحاد الأوروبي، ده بيأكد أن الدولة المصرية بالفعل لدينا الأمن والأمان. عشان كده الاتحاد الأوروبي جاء لي يعني ليستثمر على أرض الدولة المصرية. هناك يعني علاقات وثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولكن مثل هذه الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم والصداقات يعني ما هي مجالات يعني المهمة أو اللي هي طبعا يعني الدولة المصرية بتريد طبعا الاستثمار فيها، وخاصة طبعا في مجالات يعني الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح. خلينا نفرق هنا يا أستاذ حسن بين يعني احنا سمعنا عن استثمارات بهذا الرقم، لكن كمان في منح لا ترد. نعم. يعني مش كده؟ نعم بالفعل زي ما حضرتك تفضلت يعني أستاذ عاطف، هناك منح طبعا لا ترد، هناك يعني استثمارات بين القطاعين الخاص المصري والاتحاد الأوروبي، وخاصة يمكن كنا بنتحدث لاحقا أو منذ لحظات في المجالات اللي هو تم فيها توقيع مثل هذه الاتفاقيات، وخاصة في الهيدروجين الأخضر تم توقيع اتفاقية أن تكون مصر يعني مركز دولي للهيدروجين الأخضر. أنا عايز أقف معاك هنا عند اتفاقية من الأربعة اللي معايا في الخبر، يعني الاتفاقية الأولى بقيمة 11 مليار دولار، وده رقم يعني، بتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد. يعني قول لي وقول للمشاهدين ده فايدته إيه وإيه هو الاستثمار ده؟ فائدته بالنسبة للمشاهد الكريم ولينا كمواطنين ومن ذلك هي زيادة فرص العمل. فائدته كذلك أن الاتحاد الأوروبي عارف أن الدولة المصرية دولة كبيرة، جاء لي يستثمر على أرض الدولة المصرية. من ضمن هذه الاتفاقيات اللي حضرتك تحدثت عنها أستاذ عاطف، بالفعل يعني هذه الاتفاقية في شرق بورسعيد، بالإضافة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها عدد من الاتفاقيات الأخرى في السخنة. يعني دي كلها طبعا هي زيادة الاستثمارات أو زيادة فرص العمل بالنسبة للشباب وما لذلك، وزيادة كبيرة في الاقتصاد المصري. أن الاتحاد الأوروبي بيأكد أن بالفعل يعني الاقتصاد المصري قادر على رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وما لذلك والتحديات الموجودة في المنطقة، ولكن هذا الاقتصاد المصري قادر أن هو يجذب مستثمر جديد أن هو يستثمر على أرض الدولة المصرية. لكن كمان المفوضية الأوروبية قالت أن مصر جهة واعدة لصناعة السيارات وشريك استراتيجي، يعني معنى كده أن هي ممكن تدخل معنا في مسألة صناعة السيارات دي. وإن شاء الله يعني العام المقبل سنشهد يكون هناك مصنع لإنتاج السيارات على أرض الدولة المصرية. ده يعني تطور كبير، وخاصة لديك كدولة مصرية الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، لديك كذلك الاهتمام بتوطين الصناعات، يعني ليست في صناعة معينة ولكن في كل الصناعات. حتى بالنسبة لي يعني الحوافز اللي حضرتك كدولة مصرية بتديها للقطاع الخاص وما لذلك، الرخصة الذهبية حوالي 45 يعني رخصة ذهبية للمشروعات وما ذلك، عملية رد الأعباء التصديرية، كلها دي محفزات، دي كلها يعني، وخاصة يعني اليوم وبالأمس القريب كان رئيس مجلس الوزراء التقى عدد كبير من يعني البنوك، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك التنمية.
تمام، بشكرك أستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. يعني أنا وصلت إلى نهاية الفقرة الإخبارية، بس اللي عايز أقول لكم أنه يعني وإحنا في ذكرى 30 يونيو أرجوكم أنه رغم كل المصاعب ورغم كل الظروف الصعبة ورغم ارتفاع الأسعار ورغم التحديات اللي إحنا بنواجهها، وهي تحديات يعني غصب عننا بنمر بيها كمصريين كلنا وخارجية، وعندنا ضغوط خارجية وفي في الكواليس تحديات وضغوط قد لا نعلم عنها احنا كمان شيء، لكن في النهاية خالص 30 يونيو يوم مهم جدا، ولو تكرر 1000 مرة لنزلنا 1000 مرة عشان نسترد هذا الوطن من أيدي المغتصبين. فيعني خدوا هذه الروح واستعيدوا هذه الذكريات وخدوا هذا التحدي أمامكم وانطلقوا ونتحمل، ويا ما دقت على الراس طبول في تاريخ مصر كله، لكن احنا هنعبر إن شاء الله. بعد الفاصل الزميلة شيرين الشايب مع سيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت المفكر والخبير الاستراتيجي للحديث حول 30 يونيو. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، وإلى اللقاء.